نعم أبو عبد الرحمن. نساء هذه المنطقة الكل يخرجن مستترات، لا ترى منها شيء. إذا خرجت 10 نسوة من الممكن تكون معهم أمك أو أختك أو زوجتك أو زوجة أحد أقاربك ولا تعرفها، إلا إذا كان شيء يميزها، إما طول يحدى أو بدانة أو شيء من هذا القبيل. حجاب كامل. إذا كان حجاب يعني إزار كالغربل الكل واللون أسود، هذا اللباس هذا يعني هذه هم النساء. ماذا أقول؟ إذن الصلاة، أنا قلت لك الصلاة، صلوات الخمس، هذا ما فيه نقاش. يصلي الرجال فقط الصلوات الخمس في المسجد؟ طبعا. النساء ما تصلي في المسجد؟ لا القليل، لأن في الجمعة يصلي. ممكن نعم. وفي حفظ القرآن كيف؟ لا هذا حفظ القرآن شيء عادي هناك. لا يعني كم في حافظ؟ كم في حافظ؟ سامحني لأعطيك دليل من نفسي والله شهيد، أنا لا أقصد به الافتخار ولكن واقع من الله. أنا كان جدي إمام، جدي لأمي، والد أمي، وعمي أخو والدي. والدي توفي وتركني أنا ابن سنة فقط، يعني كبرت يتيما من الأب. فكان عمي إمام وجدي إمام، فبفضل الله أكرمني الله بسبعة من أبناء حفظ لكتاب الله. ما شاء الله. أنا وذهبت بهم من الدار بدا إلى بلدي هناك ليحفظوا. الله أكبر. عندي خمسة من الذكور حافظين لكتاب الله، وبنتين حافظات لكتاب الله، وكلهم يعني إحدى هذه البنات عندها يعني إجازة في الدراسة الإسلامية، يعني أتمت دراستها الجامعية، والأخرى لها ماستر بعد الإجازة كذلك لها ماستر. يعني الجامع هذا كم فيه حافظ وحافظة؟ 50-100؟ لا كله حسب القصر، حسب عدد الساكنين تقريبا. ممكن كم في القرية كلها كاملة كم حافظ وحافظة؟ هذا شيء تقريبا يحتاج تأمل. على كل حال يبدون من الفجر ولا بعد المغرب؟ العادة أن الكبار يبدأنا بعد الفجر مباشرة في حفظ ثم القرآن. نعم أنا كنت أذهب يعني لا يعني أنا قلت لك البنات يأتينا بعد الفجر مباشرة لمكان الحفظ، السابعة والنصف يرجعنا لبيوتهم اللي كان عندها يعني الأشغال في المنزل ثم توقيت خاص بالمنطقة، توقيت يعني الإتيان لأماكن الحفظ يعني مختلف على جميع المناطق المغرب. ماذا تسكنتم في قصور؟ كل قصر عبارة عن سور فيه عدة بيوت. أيوة نعم. تجمعات سكنية. نعم هي كل تجمع فيه مسجد. كل قصر لهم مسجد جامع بالمواصفات التي أعطيته. كل القصور. كلها. سأريك بعض الصور لقصور في الكتاب هذا اللي. طيب. إن شاء الله به. جزاك الله خير. وإذا يسر الله لك وزرت هذه المكان، هذه المنطقة، سترى فيها. بإذن الواحد الحمد. سوف أزور. بإذن الله. لأن لتعرف ال يعني هذه السجلمات السهرية، هذه المدينة هذه في فترة من تاريخ المغرب كانت مثل الدار البيضاء، لأن كانت بوابة المغرب عبر القوافل البرية قبل أن في الفترة اللي لم يكن طيران أو حركة تجارية. هي جهة الجزائر مع الحدود مع الجنوب الشرقي، جنوب شرق المغرب، متصلة ملتصقة بالحدود الجزائرية هذه. شكرا لك. مرحبا.